السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بسم الله على بركة الله. كيف كتلاحظوا معايا عندي وصفة سهلة واقتصادية وبسيطة، عندي الجزر أو خز يكون باقي طري يكون زوين، من الأحسن باش نستفدوا من الفوائد ديالو. مشاهدين تابعوا معايا لآخر الفيديو، نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. وعلى هذا الشكل هذا كنقشروا الجزر بالموس ولا بالمقشارة بحال هذا الشكل هذا، لا داعي باش نعقدوا الامور حتى نحصلوا على، واخا ولو ما عندناش مقشره نقشروا ولا نكربطوه بالموس، وهكا كنحصلوا على الجزر مقشر وكنقطعوا له الزوائد على هذا الشكل هذا. خواتاتي هذا الشيء هذا غادي نرميه، وهكا كنقشروا الكل ولا كنحيدوا على هالشكل هذا شرائح باش كنحصل على شرائح الجزر بدون وسط ديالو او بدون العظام ديال الجزر. حقاش غادي نديرو واحد التحليه اللي هي رائعه روعه ما شاء الله، ونتمنى تجربوها وتخليو لي في التعليقات كيفاش جاتكم، وقولوا لي الله يرحم الوالدين كيف ما كتلاحظوا هذا العظام هذا كنحيدو ما كنستعملوش في التحليه هذه. حقاش كيجي على شكل مر شيئا ما، او كتجي شويه مره من العظم، الاحسن كنحيدوه على الشكل هذا، كنديروه في طنجره ولا كسر ولا اي حاجه عندك اختي، كنديروا له واحد نص كاس ديال الماء عادي من روبيني هكا، وكندير الجزر او شرائح خيزو على هذا الشكل هذا، او الجعده كل واحد شنو كيسميها، وهكا كنحيي كاع المناطق كل وحده باش كت هذا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه على كيف ما كتلاحظوا خواتاتي. على هذا الشكل هذا كنخليه يطيب شيئا ما، يدخلوا الطياب وكنحيدو على النار بعد ما كيشرب هذاك النص كاس ديال الماء، ما كنصفيه ما والو، الماء ديالو كيشربو، وكنحيدو باش على هذا الشكل هذا. خواتاتي كما كتلاحظوا ولا كيف ما كتتابعوا معايا، فهو شرب الماء هذا الجزر هذا وكان معكو بهذا الشكل هذا. اي بعد ما كنزيد فيه قشره ديال البرتقال على هذا الشكل هذا، يمكن لك اختي دير القليل من قشره البرتقال حتى هي كتسوات مع خيزو ولا مع الجزر على هذا الشكل هذا، شويه وصافي ماشي بزاف باش ما تجيناش مره عاوتاني. وهكا كنستمر في المعك ديال خيزو ولا كيف ما كتلاحظ اختي، عادي نقلو لإناء اخر باش يساعدني على هذا الشكل هذا. اختي دير معكوف هذا الاناء هذا باش يتمعك لي مزيان، واللي بغى يميكسي ميكسي، اللي بغى يطحن بمولينيكس حتى هو راه زوين، هذا من الاحسن، انا كنفضل هكا باش كتبقى النكهه ديالو باينه وعندها مذاق. وهكا نضيف ولا ندير كيف كتلاحظ اختي سكر حبيبات، عندي ثلاثة ديال الملاعق، فهو السكر كيتواتى معاه، ومن الاحسن الناس اللي كيعانيو من السكري الله يشافي الجميع ان شاء الله، من الاحسن هاد التحليه هذه ما يديروش فيها السكر، ولا يحاولوا يتبعوا الارشادات ديال الطبيب ديالهم. ما شاء الله هاد التحليه هذه كتجي زوينه، ولكن من الاحسن بهالطريقه هذه. تابعوا معايا لاخر الفيديو باش كتصدق الوصفه رائعه ما شاء الله. وهكا كنقلو عاوتاني لهاد الاناء هذا كيف ما تلاحظوا معايا اخواتاتي. نتمنى الناس اللي كيشاهدوني اول مره يخليوا لي تعليق حتى هما. عندي كيف ما لاحظت اختي زدت جوج ولا حتى ثلاثه ديال الملاعق ديال السكر هنايا، سكر حبيبات ما شاء الله. كما كتلاحظ اختي كنخليه حتى كيتمعك مزيان، وكندير فاني. فاني هي اختيار، يا مع درت قشره ديال التشين يمكن لك تستغنى عليها اختي، وإلا بغيتي ديريها ماشي مشكل. وعندي هنا ياغورت، أي ياغورت عندك أختي، أي نكهة فانيلا ولا البنان ولا أي نكهة عندك ديرها، هذا عفوا ياغورت، دير أي ياغورت متوفر عندك. وهكا كنستمر في التخلاط كما تلاحظوا معايا، وصفات اللي كنقدم لكم فهي سهلة، هذا الكوك
الكوك من الاحسن يكون رقيق، ولا عندك صدق لك خليط من الاحسن زيد عاودي طحنيه ولا ذقيه في المهرز اللي كيتناول المهرز. وهكا عندي الكميه اللي عادي تكفيني ندير شيئا فشيئا ولا شويه بشويه باش ما يقصحش عاوتاني بزاف، حقاش الكوك ولا جوز الهند كنعرفوه كيشرب السوائل. من الاحسن على هذا الشكل هذا ناخذ القياس دائما بحال الطحين بحال الكوك بحال كل حاجه اللي كتقصح لينا. كما لاحظتي اختي جاني مازال ناقص. من الاحسن الحاجه اللي كتقصح لينا الخليط ديالنا من الاحسن نديرو شيئا فشيئا باش هكا ما كنخسروش شي حاجه. وهكا كنستمر عادي نغطيه واحد الربع ساعه اخواتي وعادي نرجع معكم ان شاء الله. وكيف كتلاحظ اختي ما شاء الله هاد التحليه هذه روعه بالنسبه للاطفال اللي ما كياكلوش الجزر ولا خيزو، هذه تكون تحليه ممتازه ما شاء الله. تابعوا معي لاخر الفيديو ونتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اخلوا لي في التعليقات اي استفسار اي اسئله جات على بالكم ونجاوبكم ان شاء الله. كيف كتلاحظ اختي هذا الاطار هذا ولا اي اطار عندك بغيتي ديري به التحليه على هاد الشكل هذا غادي نستمر حتى نعمرها مزيان بعد ما ندير في وسط ديال الزبيب كيف غتشوف اختي. وضروري نقيوه ويكون الزبيب نوع جيد باش ما ناكلوش شي حاجه ماشي مزيانه. بعض الاحيان كيكون الزبيب ماشي بجوده عاليه. وهكا كتكون التحليه صحيه اكثر تبارك الله على هاد الشكل هذا. هي سهله وبسيطه كيف ما دائما كنقدم لكم وصفات اللي هي سهله وبسيطه والمكونات ديالها قلال. على هذا الشكل هذا كنفرغ هذا الاطار على هذا الشكل هذا اختي. هو سهل وبسيط على هذا الشكل. نحاولوا ننقيو الاناء ديالنا نعاودوا الاطار الثاني ولا حسب ديري اكثر ولا اكتفي بواحد ودير شكل اخر. بهذا المجال هذا واسع اختي يمكن لك تبدا اكثر. وكندير الزبيب كيف كتلاحظ اختي بحال الاطار الاول على هذا الشكل هذا. وعنفرغ الاطار الثاني اختي على هذا الشكل هذا. والناس اللي كيشاهدوني اول مره خليوا لي الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد حطيته في القناه. وعلى هذا الشكل هذا اختي. وما تنسوليش لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم على هذا الشكل هذا اخواتي. غادي نقي الاناء على هذا الشكل وغادي ندير ولا نضيف ما تبقى من الياورت على هذا الشكل. وعندي ياورت ديال الشوكولا ايضا غنزيدو على هذا الشكل هذا. هو ما شاء الله. وغادي نديرو له القبعه على هذا الشكل. صلى الحبيب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وهكا نكونو درنا هذا الشكل اللي هو رائع ما شاء الله. ونتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا على المشاهده. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.